مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. يحل عيد الأضحى المبارك والكثير من الناس يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة، إلا أن ثمة من يتجرع مرارة العذاب داخل سجون ميليشيا الحوثي. الأسرى والمختطفون من قبل الميليشيا يعيشون أوضاعا مأساوية للعام السادس على التوالي دون أي حلول جذرية تنتشلهم من الحال الذي يعيشون فيه. تختلف سنوات سجنهم لكن مصيرهم واحد، وهو تعرضهم لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي على يد سجانهم، مع قطع الزيارة ومنع دخول الطعام والدواء الذي يحتاجونه. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يقضي الأسرى والمختطفون أعيادهم في سجون الميليشيا؟ وما الذي يجعل الميليشيا تعرقل تنفيذ اتفاق تبادل جميع الأسرى والمختطفين؟ تقرير محمد لطف. في الوقت الذي يقضي الناس أعيادهم، ثمة من يتجرع مرارة العذاب داخل سجون ميليشيا الحوثي. الأسرى والمختطفون من قبل الميليشيا يعيشون أوضاعاً مأساوية للعام السادس على التوالي دون أي حلول تنتشلهم من الحال الذي هم فيه. تختلف سنوات سجنهم ولكن مصيرهم واحد، وهو تعرضهم لصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي على يد سجانهم، مع قطع الزيارة ومنع دخول الطعام. أصوات كثيرة تتعالى من أجل الإفراج عن الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، لكن الجماعة لا تلقي لهذه الأصوات بالاً، والتي كان آخرها ما طالبت به منظمة سام في بيان لها جميع أطراف الصراع باستغلال عيد الأضحى لإطلاق جميع المعتقلين في السجون والسماح للعوائل برؤية أبنائها في هذه المناسبة وتغليب المصلحة الإنسانية على الحسابات السياسية الضيقة. رابطة أمهات المختطفين من جهتها تطالب بشكل مستمر في وقفات احتجاجية بالإفراج الفوري عن أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي. الحكومة التي تتهم ميليشيا الحوثي مراراً بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل جميع الأسرى والمختطفين طالبت قبل أيام بضغط دولي حقيقي على الحوثيين لتنفيذ غير مشروط لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، ووضع حد لمأساتهم، محملة الميليشيا كامل المسؤولية عن سلامة المئات من المخفيين قسرا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عصام بلغيث، وهو صحفي ومختطف سابق في سجون ميليشيا الحوثي، وأيضا تنضم إلينا أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، ومن تعز الناشط الحقوقي رضوان شمسان. أهلا بكم معنا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك عصام، يعني 5 سنوات ونصف داخل سجون ميليشيا الحوثي، أي ما يقارب أكثر من 10 أعياد تقضونها أو قضيتموها داخل سجون ميليشيا الحوثي، كيف قضيتم هذه الأيام التي هي غالبا ما يكون لها طقوس معينة لدى اليمنيين وفي كل العالم العربي والإسلامي؟ أهلا وسهلا بك. في البداية أحييك وأحيي جميع طاقم قناة بلقيس وإدارتها. أهلا بك. حيث كنتم الرائدين في الدفاع عن الصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي، وكذلك عن كافة المختطفين في تلك السجون، واهتمامكم كان كبيرا بطيلة فترة السجن، وكنا نعرف بعض الأخبار أن قناة بلقيس كانت تتابع القضية أولا بأول، ففي البداية أشكركم كثيرا على ذلك. واجبنا أحب تفضل. أقول لجميع لك ولجميع السادة المشاهدين عيد المبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أما ما كنا نتعرض له ونحن في تلك السجون الظالمة، فكما هو معروف أن الناس يعيشون في العيد أجواء الفرحة والسرور بالرغم من كل ظروف الحرب وقساوتها التي تمر بها اليمن، والإنسان كذلك يستطيع خارج السجون أن يجد أبسط متنفس للخروج من ضغوط السجن والحرب التي نعيشها وللخروج من الوضع النفسي، لكن السجين لا يستطيع أن يقوم بأي شيء كونه في جدران 4 لا حول له ولا قوة، وليس لديه شيء إلا انتظار ما يمكن أن يهبه له السجان، ولذلك كنا نعيش ضغوط كبيرة جدا. كان أول عيد لي في السجن أنا وزملائي بتاريخ 2015 في سجن احتياطي الثورة.
وضع كل واحد منا من الصحفيين في زنزانة انفرادية لوحده. كانت تلك الزنزانة مظلمة جدا ومكتسخة وفيها من الصادورات والرقمامة الشيء الكبير. كان السجن في حينها خاليا وتحت إعادة الترميم، أقصد سجن احتياطي الثورة، خاصة بعد تأثره نتيجة الصواريخ التي وصلت إليه أثناء انطلاقها من جبل نقم بتاريخ 2015. انطلقت تلك الصواريخ نتيجة قصفها من طيران التحالف العربي حينها، فتهدم السجن فقاموا وأعادوا بناءه. وعندما وصلنا إلى ذلك السجن وصلنا ونحن أنا أعلم أن يعني مهما تحدثت أنت لن تصف ما جرى لكم داخل السجون، ولكن حتى أضيق قليلا سؤالي، هل كانت تختلف أيام العيد داخل السجون عن غيرها؟ نعم، يأتي العيد وكانت تبدأ فنون التعذيب المختلفة التي يتقنها الحوثيون. تأتي العيد وتتنوع فنون التعذيب الجسدية والنفسية، فمثلا ومجرد قدوم العيد تقطع الزيارات إذا كانت مفتوحة، ويمنع دخول الطعام والشراب عنا في تلك الفترة، وهذا له تأثير كبير نفسي على السجناء. كما أن حملات التفتيش المفتعلة التي كانت تفعلها الميليشيات في تلك اللحظة كانت تبدأ باقتحام الزنازين والعنابر بغرض التفتيش، لا لهدف سوى استهداف السجين فقط ونفسيته. وهذا كما هو معروف أن في أدب السجون أن السجين عندما تقوم بتفتيشه في تلك الفترة وهو يمر يريد أن يفرح ولو فرحة بسيطة جدا في العيد، لكن يأتي ذلك التفتيش وينغص عليه عيشته، إضافة إلى أن حالة أن التفتيش يسبب عدم استقرار نفسي، إضافة إلى الضغوط النفسية التي كنا نعيشها. بعد أن يقوموا بالتفتيش كانوا بمصادرة كافة أدواتنا وملابسنا التي أصلا لم تكن إلا ضئيلة معنا، ويفرضون علينا قيود أخرى جديدة. يتم في فترات العيد نقل المساجين من زنزانة إلى زنزانة، وهذا كذلك يضاعف الضغوط النفسية علينا، نتيجة أن أثناء النقل تحدث كثير من الانتهاكات، تحدث كثير من الضرب. السجين يكون حريص على أبسط الأدوات التي استطاع أن يجمعها خلال فترة من السجن. عصام، سأستوضح بقية صنوف التعذيب التي أنت أيضا تحدثت من خلال منشور على فيسبوك في صفحتك وخلال هذه الحلقة، ولكن دعني أرحب مجددا بالسيدة أمت السلام الحاج، وهي رئيسة رابطة أمهات المختطفين. سيدة أمت السلام، يعني منذ أن أسستم الرابطة حتى الآن، ما الذي جنته الرابطة فيما يتعلق بوضع من هم في سجون ميليشيا الحوثي؟ حياكم الله، وأشكركم ونشكر المشاهدين وجميع الحاضرين، ونقول عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. طبعا نحن وثقنا بأعداد كثيرة وانتهاكات كثيرة داخل سجون جماعة الحوثي، وآخر تقرير أصدرناه قبل شهر عن العدالة أو أن الأمهات أمام العدالة الغائبة. الوضع يمكن عصام تكلم جزء بسيط مما يعاني هؤلاء المختطفين داخل السجون. أقل عذاب أن يقفل عليهم الباب ويمنعوا من الزيارات ويمنعوا من أبسط حقوقهم الإنسانية. هذه انتهاكات كبيرة وانتهاكات عظيمة تقوم بها جماعة الحوثي، وقد وصلنا هذا الأمر إلى الجميع، وصلنا رسالتهم عبر قناتكم الممتازة هذه التي دائما تقف معنا في قضيتنا. وصلنا هذا الصوت أو صوت هؤلاء المظالم داخل هذه السجون، مما يعانوه ومما يقاسوه من صنوف التعذيب والحرمان. العيد مأساة بالنسبة للمختطف وبالنسبة لأسرته. كما ذكر لنا أهم شيء بالنسبة للأسر عندما يأتين يريدين أن يفرحين أهلهن في السجون، فيتم التفتيش دقيق إلى
درجة أنه يكون في كعك فيتم فك الكعك تفكيك على أساس إيش أنه في بو أي حاجة من شدة التفتيش. الشيء الثاني أنهم إهانة الأسر في ذلك اليوم ومنعهم من زيارة أبنائهم في العيد. نعم. وهذه يعني حرقة قلب للمختطف وحرقة قلب للأسرة نفسها. هذا بالنسبة للمختطفين. أما المخفيين فهي مأساة بمعنى الكلمة لأسرهم لا يتحملها. نسأل الله أن يعينهم ويشرح صدورهم. والله معانا الآن بعضهم 12 عيد وهم بعيدين عن أسرهم وعن ذويهم. يعني تخيل الإنسان إذا كان الواحد في غربة بسيطة خارج السجن يكون كيف يكون مشتاق لأهله وأولاده، خليه ما يكون داخل السجن. الشيء الثاني أنهم عندما يعملوا لهم زيارة ما يقدرش المختطف يحضن أبنائه ولا يحضن أمه ولا يحضن قريبه يسلم عليه سلام العيد الحقيقي، وإنما من خلف الشرط ومن خلف الزيارات المهينة لهذا. طبعا الحوثي عامل هؤلاء الناس كرهائن، ولذلك هذه مأساة ومشكلة مش عارفة كيف العالم ينظر إلينا. دعيني أشرك معنا رضوان شمسان وهو ناشط حقوقي من تعز. سيد رضوان، وأنت تتابع وضع الأسرى والمعتقلين والمخفيين وما سمعنا أيضا من عصام والسيدة أمة السلام، هل وضع المخفيين والمعتقلين والأسرى في سجون ميليشيا الحوثي طبيعي بالنسبة لما يحدث في السجون الأخرى؟ أولا أرحب ضيفيك الكريمين وأشكر قناة بلقيس لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الحساس والمهم المتعلق بما يعانيه المختطفون داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة. طبعا إذا تحدثنا عنهم يقولون أنهم أسرى، وفي حقيقة الأمر من هم أسرى؟ هم مقاتلي الحوثي الموجودين لدى الشرعية، هم أسرى حرب. أما المدنيين الذين يختطفون من الشوارع ومن منازلهم ومن مزارعهم ومن أماكن عملهم، هم طبعا مدنيين ليس لهم لا ناقة ولا جمل في هذه الحرب، وإنما يتم المقايضة بهم ويتم استخدامهم كرهائن. وفي آخر لقاء كان مع المدعو عبد القادر المتوكل أو ما شابه، هو هذا مندوب الحوثيين للحوار حول موضوع الأسرى، فكان حديثنا وكان سؤالي موجه شخصيا عن أوضاع هؤلاء المختطفون، فقال هم أسرى حرب. وطبعا دخلنا في جدل كبير، وفي حقيقة الأمر المختطفون الموجودين الآن الذين يقبعون في سجون جماعة الحوثي المسلحة، هذه الجماعة التي انقلبت على أوضاع على الوضع في اليمن وأدخلت اليمن في كارثة يعني كبيرة جدا. نحن الآن في صدد الإعداد لهذا لموضوع مشابه لهذا الموضوع، وهي حالة الأسرى الموجودين حالة المختطفين الموجودين داخل السجون الحوثية. نعم. أوضاعهم هناك دراسة تحليلية من خلال المقابلات التي أجريناها مع عدد كبير جدا من تم الإفراج عنهم. جميل. سنعود سيد رضوان لجهودكم والحلول التي يمكن أن تخفف من معاناة من هم في سجون ميليشيا الحوثي. دعني أعود لعصام بلغيث. عصام، يعني قد كنت قد أشرت إلى منشورك على فيسبوك، وأنت قد تحدثت عن صنوف التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له السجين في سجون ميليشيا الحوثي. هل لك أن تذكر يعني بعضا من هذه يعني الصنوف التي قد لا يعرفها إلا من كان معكم هناك؟ يعني كما أتذكر بأنه بتاريخ 2015 كانت التجربة الأولى لي ولزملائي داخل السجن، وكنا في سجن احتياطي الثورة. منعنا في حينها كنا طبعا في حالة إخفاء قصري بعد فترة من التحقيقات التي استمرت لشهر في سجن البحث الجنائي، ثم نقلنا إلى سجن احتياطي الثورة. في ذلك السجن كانت ظروف التخويف مستمرة ضدنا وظروف التهديد مستمرة. وضعنا في أماكن في زنازين انفرادية وفي أماكن مختلفة، حيث منعنا من التواصل مع بعضنا، وكانت الأجواء ممتلئة بالرعب جدا.
كنا نخوف بشكل متواصل بأنه سيتم وضعنا في مخازن للسلاح. عندما وصلنا إلى احتياطي الثورة لم نكن نعرف بأن ذلك هو احتياطي الثورة، كنا نظن بأن ذلك المكان هو مخزن للسلاح. كنا نسمع كثير من الانفجارات نتيجة القصف الذي كان في ذلك العام 2015. لم نكن نعرف أين نحن إلا بعد مرور وقت طويل جدا. كانت الزنادين التي وضعنا فيها مظلمة جدا، لا أستطيع فيها رؤية يدي. منعت من التواصل مع أسرتي، وعندما كنت أطلب من ذلك الشخص الذي كان يعطيني الطعام ما بين فترة وأخرى أني أريد الاتصال، قال لي بأنه في هذا المكان ممنوع، لا أحد يعرف أين أنت ولا تستطيع التواصل. فهذا من ناحية. بعد أن كانت طبعا نحن مررنا بفترة تحقيق استمرت لشهر، تعرضنا فيها لصنوف من التعذيب، وعندما وصلنا إلى احتياطي الثورة كنا نهدد بشكل يومي في العيد. وبعد مرور حوالي في خلال فترة العيد تعرضنا للتعذيب من قبل شخص يدعى أبو أحمد، قام بإخراجنا وضربنا بالأسلاك الكهربائية وضربنا بالعصي والهراوات في مناطق مختلفة من أجسادنا. قام بتهديدنا، كان هناك مسلحين، ثلاثة مسلحين وجهوا إلينا أسلحتهم لتخويفنا من ردة الفعل التي قد تنفق أننا نتيجة الضرب، ولكن نحن لا نستطيع كنا أن نقوم بأي شيء نتيجة أن كنا محاطين بكثير من المسلحين. نعم. كان في عام 2016 مثلا، عندما كنا في البحث في عندما كنا في سجن الأمن السياسي، كنا في حالة إخفاء قصري كذلك. دخل إلينا شخص يدعى أبو يحيى سريع، وهذا الشخص هو من أحد مدراء سجن الأمن السياسي، وقام بإخراجنا وضربنا ولكمنا بأيديه هو والعصي الذي كان في يده مع مجموعة من المسلحين. كان يضرب الزميل توفيق المنصوري بشدة في وجهه ويصفعه صفعا شديدا. أنا تعرضت للضرب منه كذلك في تلك اللحظة، كان يسبنا ويوجه إلينا كثير من الشتائم. عصام، ونحن نتحدث عن أيام العيد في سجون ميليشيا الحوثي. هذا في أيام العيد. نعم. هل تستحضر قصصا لبعض المساجين هناك، سواء أنتم أو حتى غيركم، ولن تمحى من ذاكرتك؟ أذكر عندما أخذ رأس الزميل مثلا صلاح القاعدي، بعد أن ضربنا أخذ برأس الزميل صلاح القاعدي ودفع به إلى الجدار حتى خرج الدم من رأسه. في تلك الفترة تم أخذ الزميل عبد الخالق عمران من بيننا في 2016، عيد الأضحى في 2016 أخذه وقاموا بتعليقه، ولم يعد إلينا الزميل عبد الخالق عمران إلا وآثار التعذيب على يديه موجودة وآثار التعليق. وتحدثنا إلى قلب أنه تم تأديبه بشكل كبير جدا في العيد 2019. تعرضنا كذلك للتأديب أنا والزملاء، وأخرج الزميل حسن عناب وتم وضعه في زنزانة، وقاموا بضربه ضربا شديدا ولم يعد إلينا إلا والمنطقة الخلفية من جسده كلها داكنة نتيجة الضرب الذي تعرض له. تعرض أمام عيني للضرب بالعصي، وتعرضت أنا كذلك في تلك الليلة للضرب من قبل الحوثيين. عصام، سؤال أخير، وأنت تقضي هذا العيد خارج سجون ميليشيا الحوثي، وهناك من زملائك من لا زالوا داخل السجون، ما الرسالة لمن لا زالوا هناك ويعانون صنوف التعذيب هذه التي تذكرها وهم ما زالوا داخل سجون ميليشيا الحوثي في هذا العيد وقد يستمرون إلى ما بعده؟ صحيح أني خرجت من السجن بجسدي، لكن ما زالت حوادث التعذيب الذي مررت أنا بها، وكنت كذلك شاهدا على حوادث التعذيب الأخرى التي مر بها كثير من السجناء ولم أستطع ذكرها الآن في هذه الحلقة، لكني ما زلت أعيش ظروف السجن. عندما أتذكر بأني كنت أنا والزملاء في نفس الزنزانة وتعرضنا لكثير من التعذيب، وأتذكر أني الآن خارج السجن أعيش حالة نفسية سيئة نتيجة تذكري لهذا الأمر. أنا أعرف الآن ما يعيش زملائي داخل الزنزانة، أعرف الآن بحملات التفتيش التي تقام من أجل إرهابهم، أعرف الآن أنهم ربما يكونوا الآن أخذوا من داخل الزنزانة وتم وضعهم في بدارين مظلمة، أعرف الآن أنهم ربما الآن يعانوا من أمراض شديدة. ماذا تقول لهم عصام؟ الوضع النفسي ولم يتم إيصال العلاج إليهم. أقول لهم أنه نحن سنحاول بقدر الاستطاعة أن نوصل أصواتكم
إلى الجهات المعنية سواء في الحكومة الشرعية من أجل بذل قصارى جهده من أجل إخراج الزملاء أو إلى المؤسسات الدولية التي تستطيع أن تقوم بالضغط على جماعة الحوثي من أجل إخراج زملاء الصحفيين وبقية المختطفين. أنا أناشد عبر قناة بلقيس كافة الصحفيين والإعلاميين أن يتضامنوا مع زملائهم وأن يتضامنوا مع كافة المختطفين وأن يحاولوا التركيز بشكل كبير في هذه الفترة على فتح الزيارات. آخر رسالة تصلني من أسر الصحفيين بأنه إلى الآن 11 شهراً لم يتلقى الصحفيين أي زيارة، وهذا يفاقم من وضعهم الصحي والنفسي. نعم. أدعو الجميع للمشاركة والحملة من أجل التخفيف عن الزملاء والإفراج عنهم. أشكرك عصام بلغيت، وأنت صحفي ومختطف سابق في سجون ميليشيا الحوثي، كنت معنا من القاهرة. سيدة أمة السلام الحاج، من تحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع فيما يخص سجناء داخل سجون ميليشيا الحوثي؟ أولا نحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما تقوم به بهذا الملف وبأرواح أبنائنا المختطفين داخل السجون. الشيء الثاني نحمل مكتب المبعوث، والآن نحن على وشك أن يتم هناك مبعوث جديد، يخرج المبعوث الأول ولم ينجح إلا في التبادل البسيط الذي حصل في تلك الفترة. وأيضا نحن كنا معترضات في رابطة أمهات المختطفين أن يتم قضية تبادل، لأن هؤلاء مختطفين من بيوتهم ومن مقار أعمالهم مدنيين لم يشاركوا في حروب، وإنما من حقهم الإفراج دون شرط أو قيد. ولكن رضخنا بمطالب الأمهات وأنه هذه ربما تكون انفراجة كبيرة في أن يكون هناك تبادل، وقد وعدوا أنهم سيكون هناك الإفراج الكل مقابل الكل يعني، فقلنا قديم الحمد لله تكون هناك انفراجة في هذا الجانب. وتم العمل يعني بدل ما كان قضية إنسانية أصبحت قضية سياسية، وتم الضغط على الجميع. لم يتم الضغط على جماعة الحوثي كما ينبغي حتى تفرج عن هؤلاء. أناشد، ليس أحمل مسؤولية، أناشد الجميع أن يقفوا معنا في قضيتنا الإنسانية. هذه قضية إنسانية، هؤلاء ناس الآن 6 سنين وهم داخل هذه السجون يعانوا الأمرين. تخيل لما يكون واحد محبوس عند واحد عدو، يعني تخيل كيف تكون المعاملة. وهذا ما ذكره عصام إلا جزء بسيط من هذه المعاناة. نعم. وغيرها يعني تدمي القلوب لما تسمع الأمة تسمع هؤلاء يعني كيف يعاملوا أبنائهم، والله قلوبهم تحرق عليهم. لو تسمعوا الأمهات وهم يتصلوا أنه يرجين في هذا العيد أن يكون فرج لأبنائهم، والله إني تحرق القلب. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج الذي بيده كل شيء. طبعا وقوف الخيرين والفاعلين مع هذه القضية مهم جدا، والضغط على الجماعة الحوثي له أثر كبير. لا يقولوش إنه ما بش إذا ما ضغطوش ما بيعمل شيء نتيجة. إذا ضغط الجميع على جماعة الحوثي فإنها سترضخ لهذا. نعم. رضوان، التلاعب بهذه القضية هو المأساة. نعم. رضوان شمسان، يعني محادثات تبادل الأسرى التي تجري هنا وهناك بين الفينة والأخرى، وهناك عراقيل عدة لهذه المحادثات والمفاوضات بين الشرعية وميليشيا الحوثي، هل هذا هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة المعتقلين، أم أن هناك ما زال هناك بدائل لإيقاف هذه المعاناة؟ في حقيقة الأمر ما يطرحه الحوثيين من منطق الكل مقابل الكل هي طبعا هذه عبارة عن ألغام أمام الإفراج عن هؤلاء المختطفين. فعندما يتحدثون عن الكل مقابل الكل هم يتحدثون عن أسرى حرب موجودين لدى الشرعية، وهناك أيضا أسماء أوردوها حتى أثناء المفاوضات هي هي في الحقيقة هي أسماء ربما منها وهمية ومنها أيضا مفقودة تماما، لا نعلم مصيرها ولا يعلم مصيرها، ليس لدى الشرعية ولا لدى الحوثيين أي مصيرها.
فمنطقة الكل مقابل الكل طبعا هي عبارة عن ألغام توضع في طريق الإفراج عن هؤلاء الناس الذين يعانون الكثير والكثير داخل المعتقلات الحوثية. كان من المفترض أن يكون هناك دراسة واعية ونزول ميداني إلى من قبل طبعا هناك منظمات، هناك وسطاء محليين، هناك وسطاء أيضا دوليين ومنظمات مثلا الصليب الأحمر وأيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي طبعا عملها مهم جدا، هي المفترض أنها تفتش السجون الموجودة في كل الأماكن على مستوى اليمن كاملة، ويكون لديها كشف بالسجون ومن خلاله يتم التفاوض. أما إن منطقة الكل مقابل الكل هي طبعا هي عبارة عن رافض حوثي يقدم بطريقة على أساس أنهم أصحاب مبدأ وأنهم أصحاب رحمة بهؤلاء الناس، وهم في حقيقة الأمر لا 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 يعبهون لهؤلاء السجناء، حيث أن أنا قابلت كثير من أفريقيا عنهم يعانون الكثير جدا، وهناك من بقي منهم حتى قد الآن يعني منهم من فقد عقله تماما وكان في أتم الصحة والعافية وليس له يعني صلة بأي طرف من الأطراف، لكنه كما كانوا يسميهم هم دواعش أو ما يسموه مناوئين للنظام الحوثي. نعم، أشكرك رضوان شمسان الناشط الحقوقي، كنت معنا من تعز. كما أشكر أيضا أمة السلام الحاج وهي رئيسة رابطة أمهات المختطفين. وفي نهاية الحلقة أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهي أيضا من معد هذه الحلقة الزميل محمد لطف. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.